أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى محطتنا الحوارية الأولى، وراح تكون إن شاء الله مع البروفيسور الدكتور كمال عبد العزيز الشومر، استشاري ورئيس وحدة ورابطة الغدد الصماء الكويتية، وحديث حول حصوله على جائزة أفضل طبيب إكلينيكي دولي بأمراض الغدد الصماء. دكتورة مسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. يا هلا فيك، مشكورين على الاستضافة. بداية يعني نعطي السادة المشاهدين تفاصيل حول هذه الجائزة. والله في البداية حقيقة أول شيء أحب أهدي هذا النجاح لحضرة صاحب السمو وولي العهد والحكومة الرشيدة على دعمهم لكل أبناء الكويت. الجائزة هي من منظمة الغدد الصماء العالمية اللي تسمى بالأيس، American Association of Clinical Endocrinologists. هذه المنظمة أسست من أكثر من 3 عقود، يتمتع بعضويتها أكثر من 12,000 عضو من 90 دولة، وتعتبر هذه المرجعية الأساسية لأطباء الغدد الممارسين في أمريكا وفي العالم. ترصد هذه المنظمة في كل عام 8 جوائز، ومن بين هذه الجوائز جائزة واحدة تخصص للأعضاء كلهم تسمى بالإنترناشنال كلينيشن أواد، جائزة الطبيب المميز الكلينيكي في الغدد الصماء للعالم، وتسمى بالعام نفسه 2016-17 وغيره. ولله الحمد طبعا ما ترصد هذه إلا لأشخاص لهم إنجازات، ويسمونهم 2 من أمريكا ولهم سيرة ذاتية مميزة ولهم أبحاث عالمية منشورة في مجلات دولية. ولله الحمد في أغسطس الماضي تم تسميتنا من قبل 2 من الأطباء في هذه المنظمة من أمريكا، وتم عرض الاسم والسيرة الذاتية على اللجان المختصة، وفي أكتوبر الماضي وصلتني رسالة رسمية من المنظمة بتم اختياري طبعا بعد منافسة شديدة من كثيرين، طبعا 12,000 عضو، ولله الحمد أن تكون الطبيب العام ل 2017 لجائزة International Clinical Award. طبعا هذه الجائزة لأول مرة يحصل عليها كويتي من دولة الكويت بالزمان كله. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. طيب دكتور، يعني متى من المقرر إن شاء الله أنك تستلم هذه الجائزة؟ الجائزة رسميا أعلنت ونشرت في كل الميديا أو التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية للمنظمة، وستتسلم الجائزة رسميا في المؤتمر 26 للمنظمة اللي راح يعقد فيما بين 3 إلى 7 مايو القادم في ولاية تكساس في أوستن في الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، يعني قدمت العديد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال تحديدا في الغدد الصماء، يعني هل من الممكن نتكلم عن يعني أهم هذه الأبحاث؟ والله الأبحاث عديدة اللي نشرت في مجلات عالمية تقريبا تقارب 34 إلى 36 بحثا، كلها أجريت معظمها في الكويت ولله الحمد. الخطوط الرئيسية للأبحاث المهمة اللي أقدر أقولها، في عام 2013 إلى 2015 أجرينا دراسة على مرض السكر للبحث عن المواد الأساسية في الجسم اللي تساعد على تعرضهم لمضاعفات السكر. طبعا أخذنا عينة من المرضى في الكويت وقارناهم من مجموعة من الأصحاء وتابعناهم قبل وبعد العلاج، لاحظنا في وجود مادة اسمها البراديكاينين مرتفعة عند مرضى السكر، ومادة ثانية هي اسمها النيتريك أوكسايد قليلة في مرضى السكر. بعد العلاج تتعدل المادة، ولاحظنا أن هذه المادة هي المركز الأساسي اللي يساعد على تعرض هذه الأشخاص للمضاعفات. وطبعا هذه وجدت عند بعض الأشخاص في دراسات أخرى خارج الكويت، ولله الحمد دراستنا تؤيد أن حتى أبناء الكويت للأسف الشديد يعانون من وجود هذه المادة في خلل في تركيبها اللي تؤدي إلى المشاكل في مضاعفات السكر. هذا أحد الأبحاث الرئيسية اللي نشرت في مجلات عالمية للإنترناشنال فارماكولوجي جورنال. في بحث ثاني حقيقة نشر في أول مجلة تعتبر في العالم في الغدد الصماء واللي اسمها جورنال أوف كلينيكال إندوكراينولوجي أند ميتابوليزم، هذا البحث على مرضى الغدة الدرقية. بحثنا كذلك عن ما هي العوامل اللي تساعدنا على تشخيص مرض الغدة الدرقية، واكتشفنا لأول مرة حقيقة وهذا سجل باسم الكويت أن في مادة تسمى بالمادة الكروموغرانين تفرز من خلايا معينة في الجسم تكون مرتفعة عندها المرضى نشاط الغدة الدرقية، وبعد العلاج تصير طبيعية.
ولله الحمد عممت هذه الدراسة والآن نشرت حتى في كتب غربية وتدرس في هارفارد ميديكال سكول. طبعا في دراسات أخرى يمكن ما راح أقولها، بس أقول هذه أهم الدراسات والأبحاث. نعم يعني نعم. نعم. طيب الدكتور، يعني بشكل عام شنو هي الغدد الصماء وشنو هي أهميتها بالنسبة حق جسم الإنسان؟ والله الغدد الصماء هي مجموعة من الخلايا في الجسم تكون عضو معين وتفرز إنتاجها. إنتاجها للأسف ما يطلع في أنابيب، يطلع مباشرة إلى الدم ويروح من مصدر إنتاجه إلى مصدر عمله، وهذا الإنتاج اللي هو مادة كيميائية هي اللي تسمى الهرمونات. فلهذا علم الغدد الصماء هو علم الهرمونات وسمي بالصماء لأن الإفرازات اللي تطلع من الغدد تكون داخل الجسم. الغدد الصماء طبعا عديدة في الجسم، تبتدي من الرأس فوق هي الغدة النخامية تحت المخ، ننزل شوية الغدة الدرقية في الرقبة، في لها جارات أربع يسموهم الغدد جارات الدرقية، ننزل شوية البنكرياس هو يفرز هرمونات في خلايا البيتا سيلز ومشاكلها تسبب مرض السكر، ننزل شوية الغدة اللي فوق الكلى أو الكظرية، وننزل شوية عند الرجال الخصية تعتبر من الغدد، وعند النساء المبايض تعتبر من الغدد الصماء اللي تفرز هرمونات. نعم. طيب دكتور، يعني شنو هي اضطرابات الغدد ولونا بنسلط الضوء على أسبابها، أسباب الاضطرابات هذه؟ والله سؤال مهم. الغدد الصماء مشاكلها يا اما يكون افرازها زايد لخلل معين، يا اما يكون افرازها قليل لخلل معين، يا اما يكون شكلها متغير سواء تضخمات او فيها تكيسات او فيها اورام او فيها التهابات. فالاسباب اللي تسبب خلل في هذه المشاكل قد يكون في ورم فيها فجاه ظهر، قد يكون احيانا التهاب سواء خارجي او داخلي في الجسم، قد يكون خلل ادى الى الخلايا اللي تصنع الهرمونات صار فيها خلل ما تصنع الهرمونات، او قد يكون احيانا تعرض الجسم لمؤشر يسبب انقطاع اتصال الدم لهذه الغدد سواء عمليه جراحيه او اشعاع خارجي او مصدر غيره من الادويه اللي ناخذها قد تسبب كذلك افعال عكسيه تخرب الغدد. نعم دكتور، كيفيه تشخيص خمول الغده الدرقيه شلون نشخصها؟ والله الغدة الدرقية هي طبعا من الأمراض اللي أكثر شيوعا مع السكر في الكويت، وأكثر الناس يشتكون من أعراض شابه أعراض الغدة الدرقية. طبعا خمول الغدة الدرقية هي إفرازها يكون قليل، فبالتالي تكون عمليات الأيض في الجسم ضعيفة، وبالتالي يصير في الجسم زيادة بالوزن ويصير فيه كسل عام، يصير تساقط في الشعر، يصير إمساك أحيانا، يصير أحيانا مشكلة في نوم زايد، أحيانا يرتفع في نسبة الكوليسترول في الدم. طبعا هذه أعراض معينة تكون على البالغين، أما على الأطفال يكون عندهم مشكلة بتناول الأكل، إذا كان طفل الرضاعة تكون مشكلة عنده صعبة ما يرضع أمه الرضيع بدرجة كافية، يكون حتى البكاء ماله بكاء بطيء واضح، ويكون في انتفاخ في جسمه خاصة في بطنه، وكذلك الأم تلاحظ إذا كان في عنده إمساك. طبعا كل هالأعراض اجتمعت عند أي شخص معين يفضل إجراء فحص هرموني للغدة الدرقية، وهو هرمون التي اس اتش والفري تي 4، ومن طريقه نستطيع نشخص خمول الغده الدرقيه ونؤدي العلاج المناسب. جميل. هل من جديد في داء السكري؟ والله السكر هو من الامراض الشائعه بالكويت وفي العالم، وحقيقه يعني في الوقت الحالي كثيرين يتكلمون عن موضوع الخلايا الجذعيه وعلاج الامراض الاخرى وكذلك مرض السكر. الجديد اللي توصلوا للعلماء طبعا شنو مشكلة السكر؟ مشكلته ان الانسولين فيه خلل سواء اما غير موجود مرة واحدة او موجود ولكنه ما يشتغل بالطريقة السليمة او موجود بكمية غير كافية. نعم. الخلايا الجذعية هي خلايا يا اما تكون مأخوذة من الجنين وهي خلايا لم تتميز لإفراز هرمونات معينة، يتم التعامل معها ببرمجة معينة هرمونية وجينية ويحولها الى خلايا تفرز هرمونات. فتوصلوا العالم في الفترة الأخيرة اللي هي ما يقارب 2014 إلى تصنيع خلايا تفرز هرمون الإنسولين، ويمكن حقنها بالشخص. طبعا بداية التجارب كانت على الفئران وتعيش إلى فترة معينة، لكن للأسف الشديد بالمدة اللي تعيش فيها مدة قليلة جدا بسبب مقاومة الجسم لأي جسم غريب، فساعدوا بقائها لدرجة ما تقارب 6 شهور باستخدام غطاء أو شيلد يغطيها، وصارت توصل إلى أكثر من 8 شهور. لكن بشكل عام عملية الخلايا الجذعية في مرض السكر لا زالت تحت التجارب. نسمع كثير يتكلمون نبي نروح نسوي خلايا جذعية، لا زالت تحت التجارب لأن معظم الخلايا اللي تزرع 50% منها
يخلص مفعوله في خلال سنتين ونص، وغالبيتها كلها تخلص مفعوله خلال 5 سنوات، فما في لها مدى طويل. دكتور كمال عبد العزيز الشومر، استشاري ورئيس وحده ورابطه غدد صماء الكويتيه، طبعا نرد مره ثانيه نقول لك الف مبروك، واحنا نفتخر طبعا بحصولك على هذه الجائزه. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شاكر لكم جدا، انا احب اشكر كل الناس اللي هنوني من صغير الى كبير. شكرا. نعم أعزائي، متواصلين معكم. والهيئة العامة لمكافحة الفساد أقامت ورشة عمل للفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية حسب المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2016. تقريرنا جاي حول هذا الموضوع، خلينا نشوفه ونرجع.